صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع البنك الشعبي الموريتاني. انت الصبر اولك مو طبيعي، انت ياكني اطلع ثاني ما تتجبد خلاص ما طبيعي ماي ما هو طبيعي عندي وتوه ان دورك تم يطلع طبيعي لا تجري في الروايه دارك انه ما هو طبيعي وانه ما هو انه خالق الروايه تبارك الله ما خالق وسب واحد قلت سنه اللي نقول لك يوصله ايه. والله هذا الصبي يوصي يطلع من اصبح تجرب شو المدرسه تتاكد اذا كانوا تخل اذا كان هاو الحصص اللي عنده كان يحضرهم اخلاقه شنو مع المعلمين حالته كاملة متابعها انت والده هذه مسؤوليته فتبارك الله اخلاقه زينة وفتبارك الله وانا ان شاء الله وراجي يعود فوق كامل نعم ولا يعود ان شاء الله وراجل يعود هيبي نراجي توانا ونبقيه ونبقيه يعود اللي قدامه هو تاجنا هو يرفدنا صبح يرفدنا نهار الاخر يقال اني ما نحرصوا نحن عليه ولين ما نتابعوه ما قد يحصل شيء مثل لله هو العين عليه الله نتابعوه واروح ماله أنا بعد أنا ديوالته مو طبيعي عندي شيف أعطيني بعد 20 بورو قلت له أنت سابق بورو أخبارك ذي الوقت وراك شيني أنت ما عندك حصص ما عندك حصص ما نقرأ قلت لك ما تقرأ وإنك ما تحضر من المدرسة أقرأ أعتقد ما أطلب من أول حصة كانت عندك برك شيني من هي؟ من هي؟ درس كانت عندك برك شيني؟ ما عندي دروس اللي أدرس ما دروسك ما قال عليك شيء نتكل أين اللي كتب لك القراءة شنو لست اللي كتب لك شنو لا رأي فما تعرف شخبط على صبراي يكتب شنو عشان شنو ما عازم وتاريخ اليوم شنو حي وقع من نفسه اللي يكتب ما هو فاهم ويشرح نفهمه إحنا جاه ماركو ما هو فاهم نقول له سيدي والله أستاذي أنا لا معنى فاهمه ما يقول له مش عارف انا معنى ان رجعت انت انا قاعد اتباحث حتى انا اتبت شيء قاع من راسي هي قاعد ما قال وانت ذوك اعطيك ب 20 بورخ 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 واشي قصر على مكان تم ما وصل لا تخوف تم ماشي ايه السلام عليكم هذا طفل طاريال وخرخره ولا طاريال ارتجاج مشيته مو طبيعي يا اخي هو في عجله اصلا انا اللي بو في عجله وفي تاع قال عادي جايبها من يان ولا عادي يا قالت يا فاطمه الروايه انا بعد ماني فاطمه يا غير بعد ندور نمشي نتابعوني نشوف بعد اللي قايل انت كان هو ما بو تو باقي نشوف اطرح له باله Thank you.
عايدين على شكل وش يقرا هو عايدين على شكل. شوف هذا شكلك ماشي تقرا وقلت لي اني قايس المدرسة وانت لا تنبش من بعضي واحد فيها. ما نقرا شغله ما نقرا وما نقرا وما ترجع للدار وتقعد فيها ما في حد ما جاي وين من بعضي تشده ما فهم حد ما فهم حد مالو هذا هو شغله اللي تنبش من بعضي تنش نوسخ والزنبان ويكام والجراثيم الدار كانك تمرض الصبح ولا النار له اللود اللعب قاع لعب مباري ما تقول لي انا شري لي اللعب ها؟ ها وهج قدم 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 شا مكسور العمر نقولك الخير الحكتو جابي في نقرم باضي توا وشمي الترك والذنبان والوسخ والويل والويال نقولك الخير لا تميت واخرهم في تاكسي واني نلمع ومعاش من التركة وقامس في نقرم باضي دفعت وعد الأول ما عرفت وما رجعت يخطوا نقولك الخير في نقرم باضي ومين تريد نقول انت قال لي انا ندور للعاب يلي لا يلعب وان شاء الله شاك انه دافع شهر المدرسة وانه يقرا هذا قلت لك انا بعد عن الساعة والحين حاني نقول لك ضصنت لي عن الساعة والحين قلتها لك يا أخوي قلت لك هذا صبي أنا ما هو طبيعي عندي قمت تعيط وقمت زيطرين وبعد عينك شافته ونحن يا واجعة تأخرنا أم اللي قاعد في الكامل يا تلقاشني يكتشف عن وده ما تلقاري والله راسه انقفل والله ما تلقى فاهم سبة واحدة ما انقفل على مباريت مهن ياسر مهن حرة ياسر هو بعد انقفل راسه قال افتح في مباريت يا أخي يا الراجل صنت اللي نقول لك انت قلت وفي تخليني نوفي لك كلامي والله يتم لا تعيط فوق انا اذا نصحتك تقوم تسكك اذا لاحظت روايه تقوم تسكك عليا معنى انك نيفت وقعت زين نصحتك عنه وصلت لي ذي الناس خلينا نقول شفها وصلت لها سمعت هذا خطا نحن اسمع اسمي ولك تسدرت لي ايدك فيجي ما يعود وصل للدرجه ولا يعود قاسم بعد عند من لاحظت انا درت ايدك فيجي نعود بعد داركنا نعرف نقبل الروايه نجرو فيها ما نعود وخليناه ماشي انقهر راسه والله ما تلا فيهم شي ما معنى عن نهايه العالم يمشي شلون يسخ شلون برت قد قاعد تقبل مد وتمشي في طريق ما يطريقه قومي وخالد خالد اللي قصر قومي انا قاعد ندور انا في مدرسه قاعد في احد قاعد مقرن ما محصل ما حد مقرن خالد قدام وخالد يا سلام خالد قدام اي قلت له هذا الشير يالتنا نداركو اسمعت هو الشيء اني نعود ماثل قاري ولا تلعطي عيني القرايه يات مدة تقبضوا وتجيروا في شي بالمهن الحرة واحد يكسب مهنة تنفع الصبح والله نهار الأخر المشكلة قاعد انه يمشي في دوساخ ومشير في الدوساخ ومشي ماشي طوطح من بديات قلت تقبضوا مدة وتوصلوا قاعد عياذ بالله للطرق اللي ما هي صالحة والله اسمعت تخدموا الرواية ما هي صالحة ونبقوا فرزية والله يالتنا نداركو هذا نداركو ذلك هنا نلاحظوا عند الراس نداركو ندورنا قبو حالا ندورنا قبو حالا إن شاء الله ونلحقوا صاحبي ذاك شايفة قراش إن شاء الله ونعطيه له ونسلمه ونقول له هذا بينك معاه لا تحت وامرك انت يصلح والله خير انه يقبل مهنه يعود يعدلها من يدفع يقبل لنا مهنه اخرى خاسره ما يصالح ان شاء الله صبح هذا ندور نبكر به واعد به صاحبي ان شاء الله ويجيبوا له قراش ان شاء الله وذا ولا يحرك ما قبل فيك ويجعوا به اللي نعرف ان الدشره الجامع كي الدشره كان الشهره وخليه بينه معاه والله خليه بينه معاه وخليك من خسارته ان شاء الله ان شاء الله ايوه توفى تختلف طرق